اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص، وبنعمل شربات كتير 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 والدنيا برد بقى وكده وعايزين نتدفى، فهنعمل شربات كتير مع بعض. والنهارده بنعمل شوربه سبانخ باللحمه، معانا سبانخ بيبي وهنشوف هنعمل فيها ايه بعد الفاصل، ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل، ونبتدي نعمل ايه؟ ناخد السبانخ على قد ما احنا عايزين، يعني مثلا بيبي سبانخ طبعا، ومهما كانت بيبي مهما كانت بيبي انا برضو عايز ايه لايك اشيل ال شو اسمه العنق بتاعها ده، هو كده ده هنشيله، ولو ضحينا ببعض من الورق هنعمل كده، هفتو اوكي نعمل كده، شيل الحتوته اللي فيها كده اهو، ولا اقول لك هو كده، شيل كل ده ونشوف. طيب حتى برضو لو في حاجات كده ايه افضل ان انا اعملها ولو بايدي، اوكي مش ده اللي انا عايزه، انا عايز بس الورق، اوكي طيب الى حين ما نعمل كده هنعمل حجدوته بتاعتنا. الاول هنشوح اللحمه متقطعه بالسطور يعني خشنة، اوكي معانا شويه بهارات وزبده، معانا بصل ومعانا دقيق وقرفه، وهنبتدي وبهارات وهنبتدي نشوح اللحمه. شوح اللحمه يعني سخن، يعني نحط الزبده اوكي كذا، واللحمه بتاعتنا مش كتير فمش محتاج زبده كتير. رفعت الليمون على النار علشان طاسه حاميه، مش عايز الزبده تسمر تسود تتحرق الحاجات الحلوه كلها دي، اوكي يلا نرجع بقى تاني، نحط اللحمه نحط البهارات. خلينا نشيل دي من هنا دلوقتي مؤقتا ونعمل كده، مش عايز احط البهارات حالا بالا علشان ما تتحرقش وما اللحمه تتفتت من بعضها، اوكي ممكن بقى دلوقتي احط البهارات ما عنديش مشكله، مش كتير قوي قوي يعني، هعمل كده معلقه صغيره نونه وبرده معلقه قرفه، اقل من معلقه قرفه تمن كده، والملح والفلفل. حاضر نعمل كده، ايوه كده يلا شويه ملح وشويه فلفل نونه، اوكي يعني تمن معلقه كده ولا حاجه، اوكي ونقلب، اوكي كده شوحنا خلاص، اللحمه تفتتت ما عادتش متكتله، يلا خلاص نركن دي بقى على جنب شويات، نجيب دي مش سخنه 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 ام سوري، تين نحط شويه زبده حلوه يعني مثلا كده، اوكي اوكي ونحط البصل وبعدين ننسمه بالدقيق، وبرده زي ما قلت لكم قبل كده كتير انه الدقيق لو اتحط دلوقتي هايل مفيش مشكله خالص،
لو حطيناه وسبناه شويه عشان يحمر هتبقى الشوربه لونها محمر، او يعني قصدي غامق. اوكي، انا افضل ما تبقاش لونها غامق بزياده، لانه كمان اللحمه لونها غامق. لو غمقت ده وغمقت اللحمه هتبقى شوربه، والله ما فيش مشكله، تبقى عامله زي الاوكستيل سوب، ما بتبقى غامقه اني واي. لو حابين يعني مغمقين ده شويه ومغمقين ايه الدقيق شويه، فتبقى كلها شوربه ايه غامقه شويه. بس بما انها واخده، شوفوا بقى الفكره بقى، بما انها واخده سبانخ والسبانخ خضراء وعايز لون الخضار يبان، ها، فيعني ايه خلينا سيف انف وما نحطش شو اسمه ما نخليش الدقيق يزيد. اوكي خلاص كده، يلا نحط بقى ايه المرق. اوكي بس شكرا جزيلا، خليها بقى تغلي براحتها. اوكي وبعدين ابتدي اعمل ايه، انزل السبانخ حبيبي. يلا عقبال ما انت تغلي بقى ايه اظبط انا سبانخاتي. سبانخاتي والله لطيفه. يلا اوكي، بس الكبير قوي ده هنشيله. وبعدين برضو هعمل ايه، هعملها شويه ايه شويه يعني مخرطه سنونه، مش احلى حاجه انها تبقى ورق كبير وانتوا بتاكلوها كشوربه يعني، بس ممكن ان احنا نتحايل على الموضوع. بيبي بيبي حلو قوي 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 الحقيقه. نحط بقى الكلام ده الحلو ده، طبعا ايه ده هو مفيش، هتلاقيها على طول هبطت تماما يعني. مش تاخد ده، هتلاقيها هبطت على طول، هبطت. جميل جدا، خلاص متخلوش بقى الدنيا ايه تهيص، هنحط ايه اللحمة على طول. نستنى عليها شوية كده بقى، نطلع فاصل ونرجع تاني، تكون الدنيا بقى ايه استوت وخدت من طعم بعض وكلام من ده وبتاع، ونغرف. اوكي يلا نغطيها ونغطي عليها ونطلع فاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. خلاص نقدم بقى، نقدم بقى الايه الشوربه ونتدفى. طبعا شوربه سبانخ يعني بصوا يعني انا عاملها كده لانه مفضل الحقيقه انها تبقى ورق، مش عايز اضربها يعني. طبعا في حاجات كتير ممكن تتعمل وتتضرب، ما ممكن جرجير، البروكلي، السبانخ، عايزين تضربوها يعني في وان، بس انا افضل تبقى كده لطيفه. ولو تفتكروا الناس اللي بتحب الاكل الصيني وبتروح مطاعم صيني، هتلاقي برضو ايه في شرب فيها خضار ورقيات كده وعايمه يعني، الموضوع مش الله عليك الله عليك. شو قلت لكم انها هتبقى لونها غامق شويه من اللحمه وتوابلها. بس بقى ايه انا في مزيكا هنا. يلا شويه لخمه خلاص كده. يلا لطيفة جدا، الله حلو قوي. تعالى نعمل سلطه بقى النهارده، اخضر اخضر وانا لابس اخضر والدنيا خضراء. ورقيات يعني ايه؟ يعني سبانخ وجرجير وفريزي وكابوتشا، ومعانا مختلف يعني اللي طالع كده في البتاع كرنب احمر، ده كلام جميل. ومعانا بقى هنا كمان ايه، هنحط جبنه قريش. جبنه قريش يبقى عندي اخضر 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 في الوانه، وعندي ابيض وعندي احمر. تعال نعمل كده، دهنيش بقى اوكي بزياده.
نعمل كده. جميل جمال. طيب تعالوا بقى ايه الاول نعمل كده. اولا نجيب اللي هنعمل فيها الدريسنج، ونجيب اللي هنقلب بيها الحدوته، وتعالوا نعمل الدريسنج مع بعض. هنعمل ايه بقى في الدريسنج؟ اولا دي خلاص خلصنا منها. يلا الدريسنج بتاعنا فيه ايه بقى؟ حدوته، في زبادي. اوكي يبقى بدايه نحط الزبادي. الله عليه. ولو اني بصراحه يعني انا بحب الزبادي البلدي حقيقه، ما تحكوش عليا. وهنحط بشر ليمون كده علوي عليهم كده عليهم، وهنحط قهوه يعني كوفي يعني بن يعني حاجات لطيفه. اوكي وزنجبيل فريش. اوكي شويه حلوين، وليمون لك معلقتين كبار، ومعلقه كبيره من العسل. ثانك يو. عيش حياتك. وبودره زعفران، شوفوا بقى الحلاوه. بس كفايه كده، ده هتعمل لنا الدنيا حلاوه. الله عليك الله عليك. شفت انت؟ لما يكون في زبادي انا بفضل اضربه في البتاع ده مع الملح او السكر الاول عشان يسيح خالص. طبعا شويه الحاجات اللي انتم شايفينها هنا دي، ده البن، وده شو اسمه؟ الزنجبيل. الزنجبيل بس بقى شو ده؟ براحة. اوكي خلصنا ده، يلا نحطه هكذا هكذا، وغيره بقى وغيره وغيره وغيره. يلا سبنخات، سبنخات بايدينا كده. ولا يهمني، ما تضايقنيش بقى لانها ايه سلطه، فمش هتضايقني فكره انها فيها شويه عود كده ولا حاجه صغنونه، مش هيتعبني. اوكي يلا غيره. فريزي. اولا انا عايز اعمل كده، اخد تقليبه، اخد تقليبه عشان احس بالدنيا. وبعدين لا استنى، قبل التقليبه هنحط ده. بما انه بينفش قوي وبيكبر وحاجات كده وبيعمل، ها هو طبعا الكابوتشا يعني لطيف ومرطب وحلو قوي، ميته كتير غير الخس يعني. الخس زيوته اكتر فايدته اعلى، انما الكابوتشا برضو لطيف في السلطه، خصوصا ان احنا دلوقتي حاطين ايه حاجات كلها فيها فوائد واملاح وفيتامينز كتير. بنتكلم في جرجير وبنتكلم في سبانخ حديد، يعني بنتكلم في حديد وفيتامينز، فما عنديش مشاكل يكون عندي كابوتشا كتير. حلو قوي الميه دي. على فكره عايز اقول لكم حاجه، الواحد في الشتاء محتاج ياخد حاجات فيها ميه. هقول لكم ليه، لانه علشان مش علشان الدنيا حر، لا عشان الدنيا برد ما بيشربش، ما بيحسش بالعطش، فبالتالي ما بيشربش. فمحتاجين ناخد حاجات نعمل حسابنا ان فيها ميه، نشرب ميه غصب عننا يعني، وميك شور ان احنا نشرب ميه. جنبنا ازازه وسيب كده كل شويه ناخد لنا منها بق غصب عننا، يو نو وات اي مين. مش عشان محتاجين، مش عشان عطشانين، عشان محتاجين الميه. اوكي فلما ناخد حاجات كده مياتها لطيفه بيبقى شيء حلو. انا عايز اقول لكم على حاجه برضو معلومه، الفريزيه والحاجات الحلوه دي اللي احنا بنجيبها من
سوبر ماركتس. دلوقتي بقى بتتزرع في بيتموس، بتتزرع في يعني ميو او مش في طين، مش في الارض، بتتزرع في تيوبز، بتتزرع في اكوبانكشر، بتتزرع بطريقه ميه رايحه جايه ميه عليها، وبعدين الميه دي بترجع تاني، وكل الفرتلايزرز او الاسمده بتاعتها فرتلايزر طبيعيه جدا بتقف في الميه وسيركليتد. فعشان بتتزرع في البيتموس خلي بالكم انه لما تشتروها تورقوها، ما تغسلوهاش كده، ورقوها الاول. يعني ايه تورقوها؟ يعني تخلوها ورق 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 زي ما انا عملت كده كده اهو، ورق ورق، وبعدين تتغسل، اوكي، عشان بيبقى فيها ساعات شويه بيتموس جوه. تخلوا بالكم من الحدوته دي. الفريزيه انا مش هعمل فيه حاجه قوي، هقطع بس الحته دي واحطها، دي ممكن اعملها كده مش قضيه، لكن التاني هحطه زي ما هو، الجزء الفريزي اللي فيها او الجزء الايه المعرق كده بتاع اللطيف بتاعه ده حطه زي ما هو. نقلب بقى، نقلب 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 نقلب، الدنيا عامله حلوه قوي معانا. مش هقلم هنا طبعا، مش هقدم هنا، انا بس بقلب، وبعدين هنقدم في حاجه تانية. اوكي، ده كلام مش بطال ابدا. خلاص، الفريزيه بقى ده هيتحط في الاخر بعد ايه ما نغرف، هناخد بقى بعد ما نغرف برضو. يلا تعالوا بقى نحطها في حاجه محترمه، تعالى حاجه كبيره كبيره على قدها. يلا بيك، هات من هنا، يلا بيك، بسم الله الرحمن الرحيم. مش ناصح انا في مش ناصح يعني من النصيحه، مش ناصح يعني مش تخين، مش ناصح يعني مش ذكي، لكن انا قصدي مش ناصح بمعنى مش هنصحكم يعني انكم ايه تحطوا خل عليها. هنحط الاول شويه جبنه محترمه، استنى، اوكي، يلا روستيك برضو كده اهو بايدينا، ام سوري، بس هي كده روستيك. وحتى لو اتقطعت بالسكينه مش هتديكوا فايده يعني، لان هي الجبنه القريش بتبقى نوعين، في النوع القديم وده لطيف جدا برضو ما عنديش مشكله فيه، بالعكس بحبه قوي، بس في ابيض يعني ناشف، ها، وفي طبعا اللي بيبقى بني اللي هو قديم قوي بقى، الجبنه القديمه دي وبيتحط لها مش وبتاع، القصه الحلوه قوي بتاعتنا دي. اوكي، بس كفايه عليا كده، ونحط دول في الجناب كده اهو، اوكي، زين بيهم الدنيا، لطيف لطيف. فين يا ابني؟ اوكي، ممكن نعمل كده، نحط واحد تاني. اوكي، يلا يا قمر، الله، حلوله حلوله يعني، حلوله حلوله حليله. يلا شويه نعناع بقى، خلي الدنيا تزيط والطعم يروح في حته جميله، مش كتير قوي عشان ما يمررش مننا. يلا، حلو قوي، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص، ابقوا معانا.